هذا حي البلارجة الراجع بالنظر لبلدية قلعة لندرس، حي سكانه لليوم يعانيوا من فقدان المواصلات بالنظر لحالة الطريق المزرية، طريق خلى سواق الحافلات يمتنعوا عن دخوله والوصول إلى المحطة اللي بقات مجرد موقف خارج نطاق الخدمة. احنا طوف البلارجة 2 وعدنا مشكلة متاع النقل متاع الكارة على خاطر ما تعدش من هنا، كيس هذا مكسر وفما برشة تلامذة هنا، برشة تلامذة نورمال ما هي تجي مدرسة أخرى لهنا، يمشيو مساكن هنا يستناو الكار ما تخرج لها مكان، يمشيو على سقاه من اليمامه ويعبطوا الغزال ويعبطوا حتى لريانا. مشكله كبيره 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 ياسر في النقل، خاطر تصبح الصباح زحمه والنقل الريفي ما يقفلهمش، وحتى الكار ما غاديك زاد تجي معبيه ما تنجمش تقفلهم، وكانت تجي تدخل الكار قبل لهنا ويعبي وتلامذ ويمشيو ويقراوا مرجلين. طبعا عندهم مده كار ما تعدى منها خاطر الكيس محفر. عندنا توا عامين في مادتنا شركه النقل بخط البراجه 2، ما رحنا وقت دخول المكتب السنه تجي الحافله، وقت دخول المكتب تجي الحافله توقف، قالت لك احنا ما عادش ندخلوا، راهو الطريق غير مهيئ للدخول. من عملوا كانوا فما زوز كيران يدخلوا هنا بالوقت منظمين، السنه ما فماش جمله ما عادش يجوا، تو تخزر الترمينيس محطوط اللاري نتاع الكار هي محطوطه، وما الكار ما تدخلش. قبل سيد المعتمد قلت له سيد المعتمد راهو الطريق مكسر، قال لي رانا في بنا بيه، قلت له وقتي سيد المعتمد، قال لي ما نعرفش. زدت في نفس الوقت قابلت الكاتب العام لبلديه القلعه، الحق استقبلني في البيرو نتاعو قعد يحكي معايا، قال لي مدام راني انا يوم الاحد زرت القلعه وراو الطريق كارثي وراو الاوضاع في القلعه في البراجه كلها برشا مشاكل، اللي نوعدك به ما نجمش نوعدك باش نصلح على خاطر برشا فلوس تطلب للطريق، نوعدك به اني نجيب شويه رمر وكيفي ونسكروا الحفر وراو هذايا ماهوش حل. نطلبوا احنا من الدوله ومن المسؤولين الكبار والمسؤولين المعنيين بالامر هذايا يتلفتون شوي للبراجة 2، رواد رواد باهية وبرشة تلامذة هنا وبرشة خيان رامي عانوا في معاناة زرقاء، حتى الخدامة أصل تعرف هي رواد منطقة شعبية، حتى النساء تمشي تخدم والرجال تمشي تخدم الصباح راهي معناها ما عندكش فكرة، كون تجي الصباح تشوف راهي فوضى كبيرة برشا. احنا مشكلتنا نطلبوا من سيد ولي ريانا ومن بلدية القلعة ومن معتمد القلعة يصلح لنا الطريق، وزاد نطلبوا من شركة النقل تمدنا بحافلة الصبيح، تو عندنا حافلة تجي الستة، تجي الستة كيفاش كانت تجي الستة، وعندنا حافلة تجي الستة ونص، يعني نتاع الستة نتاع الستة تخرج على طريق نتاع الستة تخرج على طريق القلعة والأخرى داخلة، والثانية اللي تجي الستة ونص نهار تجي وعشرة ما تجيش في سير الأيام.